هاد لاسواري دو لونسمون درتيها في جزئين. الجزء الاول كان طرابي لان بطبيعه الحال دائما هادشي اللي كنلاحظوا في لي كومونتير كو سوا في الناس اللي كيتبعوك كاين واحد النص باغي حاتيم يغني غير طرابي وكاين واحد النص اللي تيقول لك لا حنا بغينا دوك انت كترضي بحال بين قوسين حاولت ندير واحد البادره اللي الحمد لله كنظن نجحت فيها وانه حاولت نجمع الناس ديال الطرب الاصيل سميها وحتى الناس اللي كيسمعوا الاغاني الشبابيه وعطاو واحد اللوحه رائعه وحاولت نبين بان الناس اللي كيسمعوا الاغنيه الطربيه راه كيسمعوا حتى الاغنيه الشبابيه ولكن غير عطيه اغنيه شبابيه تكون زوينه تكون فيها احساس يكون فيها خرجه من القلب للقلب وربي الحمد لله يعني فريمون تفاجئ انه الناس سمعوني في الاول في قفنوه في ساهرتو في يا مسافر وحدك وفي قدود موشحات ومن بعد سمعوني في بور فافور وسمعوني في إيقاعات ليها ريغيتون يعني لقيت إنسان أنه راه يقدر يسمع أي حاجة غير تكون تخرج من القلب للقلب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.